إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذا
ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثل قالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما هالها نسيت المعاد فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها وأعطيت للنفس آمالها إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها